العراق رقعة شطرنج، والسفير الإيراني الجديد هو الفرس اللي راح ينقل المعركة لمرحلة جديدة. هاي العبارة من عندنا، بس معطياتها تشامر منا ومناك. باختصار، سفير إيراني الجديد راح يجي واسمه إيرج مسجدي، عميد فلق القدس واشتغل مستشار أعلى بي. هذا العميد تعين بالعراق سفير، وقبل مجيئه اطايرت أوراق الملفات القديمة لدرجة أنه كتبت عنه تحليلات ما مكتوبة عن المتنبي. هاي ما المتنبي للمزاح، بس الجهد أنه أول من رشق العميد بسهم هو وزير الدولة لشؤون الخليج بالمملكة العربية السعودية والسفير السابق ببغداد تامر السبهان، واللي قال أنه مشهدي مجرم حرب ومطلوب دولياً، وتهكم أنه إيران تعين مجرم حرب سفير إلها بالعراق، وبنفس الوقت يطالبون بإغلاق القنصلية السعودية بأربيل. وأضاف: ها أشو ما سمعنا أي تعليق عراقي، سيادة حقيقية شاملة. هاي الها من عندنا، وهاي بهارات للخبر اللي راح يسوي للطبخة طعم. أما فكرة الطبخة من باب أنه العميد الإيراني طباخ، فوردت بهواي تعليقات، منها أنه الرجل إلى علاقات كلش قديمة بإقليم كردستان وبالفصائل الشيعية مدنية وعسكرية، ويعتبر أحد أبرز المقربين للقادة الكرد والشيعة السوية، وإلى ميانة قوية ويا الفصائل المسلحة، ورأيه ما ينزل القاع. علاقته بالأكراد تنطي تلميح أنه جايته كسفير إلها علاقة بملف الانفصال، ربما يجوز جاي يخربط غزل أو يصفي شليلة، ما معلوم، بس الموضوع ما يخلو على قولتهم. من جانب آخر، بعض التقارير حكت عن أنه إيرج مسجدي هو ثاني أهم شخصية إيرانية رسمت خارطة الصراع بالشرق الأوسط المبني على مبدأ المحورين، والرجل ترأس مقر رمضان بقوات الحرس الثوري، وهذا المقر مسؤول عن العمليات الاستخبارية لقوات الحرس خارج إيران ومختص بحرب العصابات، وكان مسؤول عن ملفات مهمة بالعراق وبسوريا. لهذا ما كان مستغرب أبداً أن يربط معهد واشنطن للدراسات بأحد تقاريره الأخيرة بين تعيين مسجدي سفير بالعراق وبين محاولات تدعيم مؤسسة الحشد الشعبي بعد إقرار قانونها بالبرلمان تحديداً، وتحويله إلى عنصر أكثر قوة من أجهزة أمن الدولة وتمكينه سياسياً حتى يصير قوة عميقة مؤثرة بالانتخابات الجاية والسياسة العراقية عموماً. بمعنى أن السفارة الإيرانية ممكن تتحول بالفترة الجاية إلى مطبخ، والطباخ هو إيرج مسجدي. أما الأكلات فالواحد ما راح يتعب هواي حتى يعرف طعمها وريحتها، شغلة مو هينة أبداً. الميدان راح يحمى، وكل من يقول لك فلان راح يفوز قل له لا لا تستعجل، الجيم مستمر، وقبال هذا الفرس أكو فرس وفيل ووزير من غير لون وغير طعم، وربك يعلم شلون راح يترادمون. المهم المرادم على قاعنا، بس تمد راسك تشوف. ناقش هذا الملف مع نجاح محمد علي الخبير في الشؤون الإيرانية اللي انضم لي من لندن. رحب بيك سيد نجاح. وأتساءل هنا، سفيرين من 2003 لحد الآن، سفيرين مثلاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، كاظم القمي وحسن دنائي فار، واثنين هم من قيادي الحرس ومن رجال الحرس الثوري. ومن رجال الحرس الثوري، لماذا أثير كل هذا الجدل والنقاش حول تعيين سفير جديد اللي هو إيرج مسجدي، وهو أيضا من قادة الحرس؟ أولا أحييك أخي أحمد، وأحيي مشاهديك وهم كثار طبعا، حياك الله. والسؤال هو يطرح طبعا نفسه للعميد، العميد ثامر السبهان وخليفته العميد عبد العزيز الشمري، لماذا هم أيضا قادة عسكريون وقادة أمنيون يعينون في العراق كسفير وكقائم بالأعمال بعد أن طرد السفير السعودي من بغداد؟ بالنسبة لإيران، وطبعا ليس فقط إيران، وأنت تعرف جيدا أن الكثير من الدول العربية وحتى الدول، يعني الدول الأخرى الغربية، يعينون عادة في الدول المضطربة أو الدول التي ربما تشهد صراعات سياسية وصراعات استخبارية بين دول إقليمية، هناك مصالح، يعينون عادة دبلوماسيين هم أما من المخابرات عسكرية أو من الأجهزة العسكرية.
طبعا يعني أنت تعرف جيدا أول سفير كويتي مثلا علي المؤمن في بغداد هو قائد عسكري كبير، وأي دولة الآن تؤشر لي عليها أقول لك أن سفيرها عسكري، حتى الذين خلفوه كلهم جاءوا من خلفية عسكرية أو من خلفية جيد. أمنية. لكن كل اللي ذكرتهم كأمثلة، كل اللي ذكرتهم سيد نجاح كأمثلة مشابهة للسيد مسجدي، كل ذكرتهم ما كانوا مشرفين على ملفات مهمة. أولا ما مشاركين بالحرب العراقية الإيرانية، اثنين ما كانوا مشرفين على ملفات دقيقة ومهمة أمنية ومخابراتية خارج إيران كالحرب في سوريا مثلا، وحتى محاربة داعش. يعني الرجل أيضا عاون الحكومة العراقية في الحرب ضد داعش، ما عندهم هاي المواصفات. السيد مسجدي هو الوحيد اللي عنده هاي المواصفات ويعين سفيرا في بغداد. لا، بالنسبة للإيرانيين ليس هو الوحيد، وبالنسبة لدوره في الحرب العراقية الإيرانية أعتقد هذه ميزة إيجابية. يعني هو رجل يعرف العراق ويعرف كل زواياه ويعرف كل تفاصيله، وأنت أشرت في البداية إلى علاقاته الواسعة من خلال دوره في قيادة مقر رمضان. قيادة مقر رمضان أو مقر رمضان هو مسؤول عن العمليات الخارجية. أريد أن أشير إلى مفارقة أو إلى معلومة يجهلها الكثيرون حتى وسائل الإعلام الغربية بل وحتى دول، عندما يقولون الفيلق القدس يقوم بعمليات خارجية أو يقولون تدخل قوات فيلق القدس مثلا في سوريا للقتال في سوريا أو حتى للقتال في العراق، فيلق القدس يضم 15,000 عنصر كلهم من المقاتلين السابقين في الحرب العراقية الإيرانية، وكلهم أيضا يعملون فقط عملا استخباريا لوجستيا، هم لا يقومون بأعمال حربية عسكرية على الأرض. وهذه ميزة إيجابية. يعني العميد إيرج مسجدي عمل في العراق وعمل في سوريا، وهو أيضا على فكرة أريد أن أشير إلى أن تعيين السفراء في العراق أيضا يأتي من خلفية، يجب أن يكون السفير يعرف العربية ولديه الصلة بجغرافية المنطقة. إيرج مسجدي هو من عبدان، من عبدان في إقليم الأهواز أو إقليم خوزستان الذي يضم أغلبية عربية، وهو متعايش مع العرب، هو صحيح عجمي، كما أن المستشار السابق الذي قتل واستشهد على مشارف سامراء العميد حميد تقوي هو أيضا من منطقة خوزستان. جيد. السؤال لماذا الآن؟ السؤال لماذا الآن؟ هل يعني تعيين مسجدي الذي يملك كل هذه المواصفات هل يدل، هل هو مؤشر على سياسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه العراق؟ هل تتوقع نوع من الوضع داخل العراق وفي المنطقة يحتاج وجود شخصية مثل مسجدي في بغداد؟ بالضبط. لكن قبل ذلك ملاحظة خفيفة جدا أيضا، وهي أن سفارتين رئيسيتين في المنطقة تعتبر من المناصب الاستراتيجية في إيران، السفارة العراقية، السفارة الإيرانية في بغداد، والسفارة الإيرانية في سوريا تحديدا. في سوريا صحيح السفارة الإيرانية في لبنان أيضا تحظى بأهمية، وهؤلاء السفراء على فكرة يعينون من قبل المرشد، يعني هو الذي يقترحهم. إذا المرشد لا يوافق لا يتم تعيين هؤلاء خاصة في هذين المكانين سوريا والعراق. الآن بالنسبة للعراق، وأنتم قبل قليل كنتم تتحدثون عن ترامب، أنا أريد أن أقول أن التشدد في إيران هو الآن على دكة الاحتياط، وتعيين إيرج مسجدي يأتي في هذا الإطار. هو رسالة إذا كنتم تريدون التشدد فنحن أيضا متشددون، لكن ليس على حساب العراق، لأنه تعيين إيرج مسجدي تم وفق استشارات قديمة، هو لم يفاجئ الحكومة العراقية بل ولم يفاجئ حتى المفاعيل والفصائل العراقية والأحزاب التي تتعاون مع إيران. هذا الحديث يعني تقريبا صار له سنتين، لأنه دانايفر انتهت مهمته منذ سنتين وتم التمديد له لحين أن يؤتى بخليفة له يتلائم مع الوضع الجديد. وإيرج مسجدي أعتقد هو المناسب، لأنه معركة داعش بالنسبة للإيرانيين هي معركة حيوية، وهي أيضا رسالة إلى ترامب إلى أنه نحن مستعدون للتعاون وليس فقط للمواجهة. إذا أراد ترامب أن يتواجه هم مستعدون أيضا للتعاون في مجال الإرهاب، عندما وهذه يعني رغبة ترامب، رغبة الرئيس الأمريكي الجديد
أن يقضي على الإرهاب وعلى الإسلام المتطرف، والإيرانيون يعتقدون أنهم أيضا يواجهون هذا الإسلام المتطرف. معنى كلامك هذا أنه سيد مسجدي، سيد مسجدي ينضم إلى أي فريق؟ ينضم إلى أي فريق في إيران؟ هل ينضم إلى الفريق المتشدد تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أم إلى الفريق المعتدل الإصلاحي؟ لا لا، هو لا ينضم للفريق المعتدل ولا ينضم للفريق الإصلاحي، هو ينضم للفريق البراغماتي. وحتى على حتى يعني قاسم سليماني على فكرة عندما يوصف بأنه متشدد، قاسم سليماني هو أيضا براغماتي، هم يفكرون بمصلحة بلادهم العليا، لكنهم في نفس الوقت يؤدون وظيفة وفق الدستور الإيراني في دعم حركات التحرر وما يسمى بالمستضعفين. لذلك أنا يعني من وجهة نظر الشخصية أن مجيء إيرج مسجدي إلى العراق هو في الوقت المناسب يفيد العراقيين قبل أن يفيد الإيرانيين، وأيضا بإمكانه الانفتاح مفردة فيما برر لهذا الموقف، برر لهذا الموقف والتقسيم وغير ذلك، برر لهذا الموقف من خلال أنا أبرر لك إياه من خلال الواقع على الأرض. يعني إيران لديها الآن، وقاسم سليماني تحديدا لديه، وطبعا هو نفسه إيرج مسجدي في معركة الفلوجة كان يلتقي بالفصائل السنية التي تشاركت مع قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية في تحرير الفلوجة، وكان نفسه موجودا آنذاك إيرج مسجدي. الإيرانيون يهمهم بالنهاية أمنهم القومي، هذه مسألة يجب أن نتفق بشأنها، وهم مستعدون، هم ذرائعيون يعني مستعدون للتعاون مع كل الأطراف. والآن لديهم، أنا عندي معلومات لإيرج مسجدي ولقاسم سليماني امتدادات في الفصائل السنية، بل حتى فصائل بعثية كانت مع النظام السابق، ليس لديهم مانع من التعاون معهم بشرط يعني حفظ الأمن الوطني القومي الإيراني، وطبعا حفظ السيادة ودعم العراقيين فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب. طيب هل معنى هذا أنه تعيين مثل هكذا شخصية في هذا التوقيت له علاقة بمعادلة المعادلة السياسية في العراق ما بعد داعش؟ بالتأكيد بالتأكيد، بل وحتى أيضا في المعادلة السياسية في داخل إيران بعد رحيل الشيخ الرئيس آية الله هاشمي رفسنجاني. وأنا أذكر كتبت مقالا الأسبوع الماضي قلت رحيل رفسنجاني هو رحيل الاعتدال، رحيل الاعتدال بمعنى أن حتى الجناح المعتدلين حسن روحاني والجناح الذي يقف خلفه من الإصلاحيين سيكونون في وضع صعب قليلا إذا ما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية من سقف التشدد واختارت المواجهة مع إيران. فأعتقد أن الاعتدال أيضا هو سينتقل إلى دكة التشدد، ولهذا فإن إيرج مسجدي هو رسالة، هم يريدون أن يقولون إذا تريدون التشدد فنحن متشددون، إذا تريدون التفاهم معنا في العراق فنحن مستعدون. وإيرج مسجدي أيضا، لكن بالحالتين العراق راح يصير ساحة لعقد صفقة، الذين يريدون الانفصال بالنتيجة العراق راح يصير ساحة أما لعقد الصفقة ليس فقط أو ساحة لصدام. يعني حتى سوريا الآن بعد يعني هو ليس لصاحة للصدام لأنه الساحة مفتوحة، العراق الآن ساحة للمواجهة بين الإيرانيين والسعوديين، هو بين الإيرانيين والأطراف الأخرى التي تعارض النفوذ الإيراني في العراق. لكن في نفس الوقت بإمكان تحويل هذا التهديد أو يعني الخطر من المواجهة إلى فرصة للوئام عبر إيجاد ربما نوع من التواصل الإيراني الأمريكي وحتى التواصل الإيراني السعودي لحل أزمات المنطقة. وهذا ما دعا له وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عندما قال يجب ونحن نريد التعاون مع المملكة العربية السعودية لحل أزمات المنطقة تحديدا في سوريا. يوم غد هناك مؤتمر أو اجتماع الأستانة الذي تكون إيران فيه حاضرة بقوة، وهذه أيضا رسالة. يعني حتى الإيرانيين عندما عارضوا المشاركة الأمريكية فإنهم تركوا الباب مواربا لكي يوصلوا أيضا رسالة من وجهة نظر أخرى إلى أنه بإمكان روسيا أن تلعب دورا آخر. هي تقوم إيران بدور كبير من الخلف وتركت المجال لروسيا لكي تقوم حتى ربما بوساطة، أنا لا أستبعد أن تقوم بوساطة مع ترامب لإيجاد حلحلة خصوصا في الملف النووي، لأن روسيا معنية، هي يعني من الدول الخمسة زائد واحد، وهي التي ضمنت لإيران أو هكذا وأوصلت للإيرانيين أنها ستكون ضامنة للاتفاق إذا تم إبرامه. طيب، عندما كانت إيران مترددة قبل مجيء السيد حسن روحاني. إذا رجعنا داخليا وراجعنا علاقات وتاريخ علاقات السفير الإيراني الجديد، نشوف عنده علاقات متميزة مع الكرد
ومن أقول مع الكرد، مع كل الكرد، عند علاقات متميزة مع كل القوى السياسية الكردستانية. وسائل الإعلام الكردستانية اهتمت بهذا التعيين. شنو سر هذا الاهتمام وكيف سينعكس هذا التعيين على القضية الكردية؟ مسؤولا في قرارگاه رمضان. عفوا اسمع لي، هو كان مسؤولا في قرارگاه رمضان، وكل هؤلاء الذين تراهم الآن في السلطة في كردستان كانوا يتلقون الدعم من إيرج مسجدي ومن زملاء إيرج مسجدي، الدعم العسكري، الدعم التسليحي، الدعم المالي. وبنفسه هو السيد مسعود بارزاني أقر بشكل مباشر لولا الدعم الإيراني. هو الدعم الإيراني من أين يأتي؟ الدعم الإيراني يأتي من الحرس الثوري. الحرس الثوري رجالاته إيرج مسجدي وقاسم سليماني. لولا دعم قاسم سليماني وإيرج مسجدي والمرحوم الشهيد حميد تقوي لسقطت أربيل بيد داعش. فمن الطبيعي أن تهتم الأطراف الكردية كلها بتعيين إيرج مسجدي الذي أصر أنا وأقول العلاقات مو عمرها سنتين. سيد دجاح، علاقات مسجدي مع الكرد مو عمرها سنتين، علاقات قد تمتد إلى 30 عام. سقوط النظام السابق طبعا إلى 30 عام. طيب السؤال هنا كيف سيؤثر؟ قبل النظام كانوا يتلقون المساعدات. جيد، كيف كانوا يتلقون المساعدات؟ واضح، يعني حتى رواتب البيشمركة كانت تأتيهم من 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 قرارگاه رمضان. واضح، قبل سقوط النظام صدام. هنا سؤالي بالتحديد، كيف سيؤثر مثل شخصية مثل مسجدي ترتبط بهذه العلاقات مع الكرد على ملف الاستقلال اللي الكرد الآن يبدون أكثر جدية بطرحه؟ وإيران أيضا أكثر جدية في رفض انفصال إقليم كردستان، لأن إيران مهتمة جدا بموضوع الأكراد. والتوافق الإيراني التركي على الاستدارة التركية تجاه سوريا تمت بتوافق حول ضبط معادلة الأكراد وإيقاع الأكراد داخل سوريا. فإيران لا يمكن أن تسمح لأكراد العراق بالانفصال، ولذلك فإن إيرج مسجدي سيعمل على إيجاد معادلة جديدة تجعل الأكراد الذين، طبعا ليس كل الأكراد، الأكراد الذين يريدون الانفصال أن ينكفئوا على الأقل في هذه المرحلة. عن التصريحات أنا أقول، لأنه لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يقيموا دولة مستقلة بوجود إيران وبوجود تركيا. تركيا فرطت بكل مصالحها في سوريا، وفرطت بدعم 192 فصيل مسلح في سوريا بسبب القضية الكردية. فكيف يمكن أن يسمحوا لمسعود البرزاني مثلا لزعماء الأكراد؟ إذا كانت وجهة نظرك هاي واقعية وحقيقية، السؤال هنا دور مسجدي في هذا، يعني كيف سيستثمر مسجدي علاقاته الطويلة مع الكرد من أجل إقناعهم أنه هذا الوقت غير المناسب لاستقلالكم؟ أنا أعتقد هم الأكراد أيضا لا يجرؤون أن يطرحوا هذا الشيء أمام. خلينا من الأكراد، الكرد وافعين لن يطرحوها ولن يتعاملوا مع ناويين على الاستقلال، وهذا حلمهم ودا يشتغلون بقوة. هذا الكلام يبتزون هذا. خلينا نحكي عن دور مسجدي السياسيين. خلينا نحكي عن دور مسجدي سيد نجاح. اي انا اقول هذا الكلام الذي تقوله انت عزيزي هذا يبتزون به المقاولين السياسيين العراقيين. ايران لا يبتزها رفع شعار الاستقلال في كردستان العراق. وإيرج مسجدي اعتقد اذا طرح امامه هذا الشيء سيواجهه بقوه وسيرفضه بقوه. واعتقد ان الان هذه المرحله يعني الاكراد الذين يريدون الانفصال بناء على وصفك خطابهم ناعما مع ايران ومع إيرج مسجدي. بناء على وصفك سيد مسجدي سفير فوق العاده. نعم هو سفير فوق العادة، لأنه كما ذكرت حضرتك أخي أحمد أنه هو الرجل الثاني في قيادة الحرس الثوري. يعني صحيح قائد الحرس الثوري ربما لديه منزلة مختلفة، لكن في التأثير في المنطقة إقليميا لدينا قاسم سليماني ولدينا إيرج مسجدي. وإيرج مسجدي اختير بدقة من قبل القيادة الإيرانية ليمثل ليس فقط قاسم سليماني الرجل الأقوى في إيران، بل أيضا ليمثل المرشد آية الله علي خامنئي. من هي القوى خلينا نقول القوى السياسية الشيعية بالتحديد اللي راح تفرح بجاية مسجدي، ومن اللي راح تحزن من القوى الشيعية باعتقاده؟ بالتأكيد حزب الدعوة والمجلس الأعلى هم أول الرابحين وأول الفرحانين، وطبعا التيار الصدري سيكون من الحزينين
إن شئنا يعني إن أردنا أن نقول ذلك. لكن أعتقد أيضا أن التعليمات التي صدرت لإيراج مسجدي هو أيضا أن يفتح خطوط اتصال مع التيار الصدري، وقد بدأها قبل أن يأتي عندما قام بذلك السيد أبو مهدي المهندس المعروف يعني بصلاته الإيجابية مع قيادة الحرس الثوري وتحديدا مع إيراج مسجدي وقاسم سليماني، بدأ بزيارات متكررة على السيد مقتدى الصدر. أعتقد أيضا يعني هذا يهم في مرحلة الاصطفافات السياسية القادمة التي ستأتي بعد مجيء إيراج مسجدي يعني قبيل الانتخابات البلدية أو المحافظات المجالس وقبل الانتخابات البرلمان. أعتقد إيران أيضا لا تريد أن تفرط بورقة مقتدى الصدر وستواصل في محاولة احتواء السيد مقتدى الصدر. هذا بالنسبة للقوى الشيعية الإسلامية طبعا. أما ربما يعني هناك قوى أخرى مثل حزب الفضيلة أعتقد سيفرحون، يعني ليس لديهم موقف سلبي من بالتعيين إيراج مسجدي. واضح. سيد نجاح محمد علي الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معي من لندن، شكرا جزيلا لك. وين الفيسبوك شباب؟ ما عندنا وقت؟ طيب أعتذر منكم، يقولون ما عندنا وقت. شكرا جزيلا لكم على المتابعة ونشوفكم باكر إن شاء الله.